السحب على جوائز المجد العلمية التي كانت في شهر رمضان، وقد وعدناكم بها في أول الحلقة. إن كان الإخوة في الكنترول جاهزين الآن، نستعن بالله ونبدأ الآن بالسحب على 4 لجهاز المجد. يعني أول 4 فائزين سيحصلون على جهاز المجد. توقف. من الفائز؟ لأن طبعا ما يظهر عندي الاسم. الحساب الموجود الآن على الشاشة الآن هو الفائز الأول بجهاز المجد، ما شاء الله. اللي بعده. توقف. قف. سمعتوني ولا؟ علي عمر الفائز الثاني بجهاز المجد، هنيئا لك يا علي ولمن كان قبلك اللي يعني ما عرفنا اسمه. ما شاء الله عندكم مشاركين كثيرين. ها قف. ايضا حساب هذا يوسف. نعم يوسف الفائز الثالث بجهاز المجد، مبروك يا يوسف، ما شاء الله تبارك الله. اللي بعده. الرابع. يعني من يوتيوب ومنصة اكس 2 مع بعض. قف. ياسمين عبد الله، مبارك ياسمين، انت الفائزة الرابعة بجهاز المجد، ما شاء الله تبارك الله. الله ينفعنا وإياكم بهذا الجهاز، وهو طبعا فيه قنوات المجد، قنوات محافظة نافعة، نسأل الله يتقبل من الجميع. الآن السحب على اشتراك هادف. قف. أم بشرى الفائزة الأولى باشتراك هادف، هنيئا لك يا أم بشرى، الله يتقبل منك ويبارك فيك، تستاهلون كل خير جميعا حقيقة الذين يشاركون في هذه الأسئلة المفيدة وهذه المعلومات النافعة. توقف. الفائز الثاني بحساب هادف عائشة. حساب طيب. أي نعم. ألف مبروك يا عائشة أو صاحب الحساب الموجود الآن الفوز باشتراك هادف. ثالث. قف. مقاطع. مقاطع تيوبة. طيب إذن الفائز الثالث باشتراك هادف حساب مقاطع تيوب، ما شاء الله. قف. الفائز الرابع طيب هذا الحساب اللي ظهر على الشاشة الآن هو الفائز الرابع باشتراك هادف، نهنئه وشكرا له على المشاركة. قف. الفائز الخامس باشتراك هادف هو الحساب الموجود الآن خالد. طيب نعم خالد، ويعني هو الحساب الموجود الآن على الشاشة هو الفائز الخامس باشتراك هادف خالد. قف الآن. أيضا حساب العشاشة الآن هو الفائز السادس باشتراك هادف، ألف مبروك له. السابع بعد ذلك. نشرب الغيث. قف. أيضا حساب
يعني أحيانا تكون أسماء وأحيانا تكون حسابات. الحساب الموجود الآن على الشاشة. نعم نعم. نهنئه مبارك له الفائز السابع باشتراك هادف. الفائز الأخير من اشتراك هادف قف جنى عبد اللطيف هي الفائزة الأخيرة في اشتراك هادف. ألف مبارك يا جنى، شكرا لك. والآن بدأنا في 10 فائزين، كل فائز بمبلغ 500 ريال. الفائز الأول معنا قف، صاحب الحساب هذا. نعم الآن ألف مبروك الفوز ب 500 ريال، هذا صاحب الحساب موجود الآن على الشاشة. الفائز الثاني بمبلغ 500 ريال قف. زهرة الربيع هي الفائزة الثانية بمبلغ 500 ريال، ألف مبروك يا زهرة الربيع الفوز بمبلغ 500 ريال. قف. الفائز الثالث بمبلغ 500 ريال صاحب الحساب الموجود على الشاشة الآن، ألف مبروك لصاحب الحساب، الله يتقبل منا ومنكم ويسخرنا وإياكم في التعلم والمشاركة في الخير دائما. الرابع الآن في الفائزين العشرة. قف. أيضا صاحب الحساب الموجود على الشاشة الآن هو الفائز الرابع بمبلغ 500 ريال في جوائز قناة المجد العلمية في شهر رمضان، ألف مبروك لك. قف. الفائز الخامس من؟ حصة العتيبي، مبارك لك يا حصة على الفوز في مبلغ 500 ريال في مسابقة جوائز قناة المجد العلمية، الله يتقبل منك بنيتي. قف. الفائز السادس، ألف مبروك الحساب الموجود على الشاشة الآن هو الفائز السادس بمبلغ 500 ريال من جوائز قناة المجد العلمية في شهر رمضان ما شاء الله. السابع. قف. أيضا صاحب الحساب اللي ظهر على الشاشة الآن، مبارك لك صاحب الحساب سواء يعني من أبنائنا وبنياتنا وإخواننا وأخواتنا، الفوز بمبلغ 500 ريال. الثامن. قف. صاحب الحساب هذا الحمد لله الحمد لله أنك فزت بمبلغ 500 ريال، يا الحمد لله، والفائز الثامن في هذه المسابقة. قف. أيضا صاحب الحساب الموجود على الشاشة هو الفائز التاسع بمبلغ 500 ريال، نبارك له، نسأل الله له التوفيق والسداد، آخر واحد من الفائزين بمبلغ 500 ريال ومن الفائزين في جوائز المجد العلمية سواء على اليوتيوب أو منصة إكس. خلي يطول شوي. أنعم الله علينا بين كل العالمين رحمة منه وفضلا نزل النور المبين. رتل الآيات هيا نحن نصغي حفاوة ولتكن دوما نبيها. ظهر على الشاشة المثنى. المثنى آخر الفائزين مبلغ 500 ريال، ونهنئه ألف مبروك يا مثنى، ونهنئ كل الفائزين حقيقة
أصحاب الحسابات أو الأسماء الموجودة 22 فائزا فازوا معنا اليوم، 4 فازوا بجهاز المجد، و8 فازوا باشتراك هادف، و10 فازوا كل واحد منهم بمبلغ 500 ريال. نسأل الله يتقبل منا ومنكم. في الواقع الكل فائز، كل من شارك في الخير، لأن طبعا الأسئلة كلها خير، إما قرآن أو منفعة للناس أو علم أو كذا، لكن ليس فيها شيء حقيقة، لا فيه تفاهة ولا فيه سفاهة بفضل الله سبحانه وتعالى. فكل من شارك في هذا الخير فهو مأجور، أنه هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، ليجالس حتى يعني أهل الخير فهو على خير. نسأل الله يتقبل من الجميع، وشكرا لقناتنا الجميلة يعني تشجيعها للمشاهدين والمشاركة في إسعادهم وإفراحهم. نسأل الله يتقبل من الجميع وجعلنا وإياكم من أهل الخير دائما في حياتنا، وأن يغمر الخير والنفع وحياتنا، إنه جواد كريم. اللهم آمين.